مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في محكمة استئناف في الموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، موضوع تامي بناني. اليوم معايا أستاذة حياة اللي هي الأم ديال تامي، غادي نشوف معاها المستجدات اللي في الموضوع اليوم الجلسة. تبعوا معايا. أستاذة، بدأت الجلسة اليوم، كيفاش شفتي الأمور؟ السلام عليكم. الجلسة بدأت اليوم بالمداخلة ديال السادة المحترمين، الدفاع ديال المشتبه بهم، ويعني وتصنمت لكل واحد شنو تيقول، والأستاذة أو الدفاع ديالي تا واخد الكلمة ديالو، ولكن شي حوايج أنا خصني نقولهم في وسط الجلسة. طلبت الكلمة من السيد الرئيس، عطاني انتظار شوية، عطاني الكلمة مشكور، ولكن السيد أحد الدفاع المحامين اعترض اعتراض شديد، اللي هذا كيطرح هو كيستدل بواحد الفصل القانوني، انما انا كنطرح واحد السؤال، علاش ما خلاونيش نهضر؟ لان عندي ماشي، انا ما غاديش ندوي في القانون، انا دائما تنقول انا لا افقه شيء في القانون، ولكن عندي مسائل بدافع الامومه وبدافع شي حوايج متناقضه غادي نصححها، سيتو، هادشي اللي بغيت نقول. واعترضوا، ولكن دابا عطاونا اجل ديال 10 دقائق، الله اعلم شنو غيكون. اعتقد بانه الساده في خدام الموضوع كتوفر على ادله غادي تواجه بها ان شاء الله في الجلسه اللي تيبين الحقيقه اكثر، هادشي صحيح؟ انا ما ندخلش للحيتيات. نعم، ليست بادله، انما تناقضات انا غادي نطرحها، وغادي نعطي كيفاش هاد التناقضات غادي نحصلوا عليها. يعني هذا هو اللي غنقول، تناقضات قالوها الساده المحامون، شي حوايج كاينه وشي حوايج ما كايناش، انما انا كأم عندي الحق، يعني عندي الحق نقول مقتول، عندي الحق نقول شبيه، عندي الحق نقول ما عيش، عندي الحق، انا ميلومني حتى لائم، فهمتيني؟ ولكن انا عندي شي حوايج بالقانون، اذا علاش ما خلانيش نهضر؟ كيستدل بواحد الفصل القانوني من حقه محترم، في التحقيق كاع ما تواجهت معاهم، هذه وحده. ثانيا الشهيدتين، راه كاينه شاهده اللي شهدت على ان داك الشهيدتين، الشهيده شنو قالت؟ هذيك الشهيده يستدعيوها، الشهيده اللي تصنتت عليها الفرقه الوطنيه وتصنت عليها الضابطه القضائيه، اذن يعني خاصهم يجيو يعيطوا لها ويتصنتوا عليها، لكون السيده شافها الله مريضه الى اخره، المناعه صفر الى اخره، اذن يجيبوا الشهيده اللي كانت معايا ديك الساعه كتسمع، او يخضعوا الخبره ديال الهواتف، قالوا السيدي بلي ما عنديش الحق نقول السيدي لان ماشي قانوني، انما يمشيو للخبره ديال الهواتف ما بين الرقم ديالي ورقم ديال الاخت سليمه، فهمتيني؟ بركات، ويشوفوا داك الساعات داكشي اللي في السيدي واش هو اللي كاين ولا ماشي هو اللي كاين. استاذه، غادي نشوف معاك التطورات ان شاء الله في الجلسه ملي تكمل ان شاء الله، ونشوفوا المستجدات. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط في الموضوع، الجلسه اليوم في شكل اولي على اساس انه السيد القاضي عطى 10 دقائق، غادي نشوفوا القرار النهائي ديال القضاء الجالس، شنو القرار اللي غادي يخرج به، واش الملف جاهز نعم ام لا.